مستمرين معاكم ولا زلنا في برنامج مستر مصلز عايشين معاكم اجواء التمارين الرياضيه المميزه. اليوم راح نكمل مشوارنا اكيد مع الكابتن والمحترف عمر الخلف اللي كفى وفى بالصاله، او نقدر نقول في مكان التمارين نقدر نقول الرياضيه العاديه بدون اي اجهزه، لكن حلقه اليوم ينقلنا الى عالم المحترفين وعالم التمارين القويه لعضله المعده. بعد الفاصل بنعيش جو المحترفين للمعضلين في برنامج مستر مصل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا هلا على القد. حاضر. والقد هلا هلا عليه. تمارين اللي بالبيت خلصناها. ايه. الحين تمارين الوحوش. محترفين هني. ايه. محترفين هني. تمارين الشخص اللي دش نادي يبي يعضل صج مغشمره، يبي يحرق دهن، يبي معده. بهالمكان. ايش عندنا اليوم؟ راح عندنا تطبيقين اللي يكون تعلق فوق. الله. عندنا الكيبل، راح نطبق المتعلق فوق. ناخذ اوضاع المعده العلويه، السفليه، الريش. تشكيل على المعده يعني. تشكيل مستانس انا مو على التمرين، على الثقه اللي قاعد تتكلم فيها، لان هذا التمرين عندي انا من اصعب التمارين. ممكن يبي له عصب شويه اذا تبي تعلق، وفي شغلات يبي له نفس، في شغلات مساعده ممكن يعني. جربت هذا ماكو فايده. الحمد لا تعود عليها ان شاء الله. قواك قواك الله. طبق انت اكيد يعني. انا 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 مستمع اليوم مو مسخن. ما ترضى تمرن مع مسخن؟ يلا. زين، اول شيء راح يكون حق السفليه. السفليه توكل على الله. التمرين الجاي حق العضله السفليه اكيد عمر الخلف لما يطبق التمرين هو محترف ريال من ابطال الفيزيك، عندك احتراف فيطبقه ان شاء الله 100%، لكن انت عزيزي المشاهد حاول تصيد التكنيك الصح. يمكن اصعب شيء عندنا احنا ان نتوازن بالهواء. هذه من الامور اللي انا كنت اعاني منها، لما اسوي كذي اروح لا ورا وقدام، لا كني قاعد اتعلق درفه مو تمرين. طبعا مركبات الباور المخلوطه تكون تحتوي على اكثر من عنصر، الكرياتين، الارجينين، الكافيين والسينفرين. هذه المركبات يعني هي اللي تعطيك قوه تحمل خلال التمرين وترفع مستوى الطاقه خلال الجسم. بنفس الوقت تنبه الجهاز العصبي فتسوي تركيز اكثر وتحسن من اللي يسمونه المسل كونكشن اللي هو التواصل بين العضله والدماغ، فتعطيك طاقه وقوه تحمل. والشروط عليها كالمعتاد، الاشخاص اللي تحت 18 سنه ما يستخدمونها، الاشخاص اللي يعانون مشاكل في ضغط الدم، مشاكل قلبيه، مشاكل في الكبد والكلى. كذلك الامر يفضل ان خلال استخدام مركبات الطاقه ما تدخل اي مركب يحتوي على الكافيين مثل القهوه او الشاي الاخضر او ريد بول. والاهم من هذا كله الاشخاص اللي تحت 18 سنه يفضل ما يستخدمونه ولا يقربون عليه ابدا. نخاف اجرب انا دقيقه بس. ايه؟ نجرب بس دقيقه تصير معاه ولا لا، وعلمني الصح من الغلط. حاول تشد معدتك، تشد ظهرك. ايه. حيث عشان لا وتصير حركه واحده يعني. كذي؟ ايه مره واحده تصعد وتنزل. ايوه. بس لاحظت شلون قاعد درب؟ صحيح. بس اذا خليتها رتن واحد راح تمشي ايه؟ عليها. صح. هذا هو. صدق؟ صحيح. طلع سهل يا الربع. هذا هو. طلع صدق سهل. ولا مصعبها كذي. لا كذي ما تفهم كذي ما تفهم. الله يعطيك العافيه. يعافيك ان شاء الله يا رب. هذا تمرين كابتن عمر. كم جولة؟ ايش موضوعه؟ ايش هذا راح يخص العضلة السفلية. اي قلنا يفضل تسوي تكرار عالي يعني من 20 ل 30 يعني ثلاث جولات لأربع جولات. طبعا اذا كل ما زادت السرعة وصار نفس سرعة صعود والنزول ايه؟ راح تثبت انت. اما اذا سويتها واحدة ايه؟ ورديت وقفت واني هني راح تبدي نفس وياك. اي اوكي هذا حق التوازن. اي سرعة واحدة يعني الصعود والنزول بسرعة واحدة هني راح تثبت انت. يعني هني ما في تركيز نفس بعض التمارين لما تلعب مثلا باي فوكس ثانية ما في نهاية. تكرار سريع راح يكون. هي شوي معقول. تكرار سريع راح يكون. تحب التمرين هذا من التمارين المهمة عندك؟ من افضل التمارين يعني. حلو. من افضل زين. تمرين ثاني بنفس الطريقه، هل في شيء ثاني واحد متعلق يسويه يعيش الجو؟ ما راح استخدم فوق. ما راح استخدم هذه. لا حق وين الحين هذا؟ راح ناخذ حق تحت البي بعد نفس الشيء. نفس الطريقه بس هذه هذا يبي له باي تراي قوي. ايه ايه هذا اللي يتعلق فوق وسوي حركات. ايوه ايه هذه راح تشغل البي ممكن ان شاء الله. انا ما راح اسوي تمرين هذا بس بشوفه يا جماعه. ممكن عندنا غير التمرين هذا اللي يكون كذي نفس فكره ذات بس هذا اسهل. ايه هذا راح يكون اسهل. هذا ممكن حق المبتدئين يكون افضل. حلو.
أوضاع الفيزيك بسيطة، البودي بيلدينج يمكن عنده 7 أوضاع أساسية، عنده وضع حر أمامي، عنده مثلاً عرض موسيقى، الفيزيك ما عنده شيء، الفيزيك عنده 4 أوضاع أساسية يؤديها مع اللاعبين اللي وياه وينتهي، بس يعني هو من دخلته على المسرح يوقف وضع حر، حال وضع البودي بيلدينج شلون يوقف وضع حر، وبعدها عنده 4 أوضاع يؤديها مرة أو مرتين كمقارنات للمقارنات لا أكثر، وضع أمامي حر، إيده دائماً تكون على الخصر، واقف بصورة سليمة، فاتح البيطان وواقف مو شاد عضلاته نفس لاعب البودي بيلدينج، اللهم قاعد يعطيك شكل الجمالية اللي هو فيها، وشاد على المعدة والريش. وضع الجانبي نفس الشيء، راح تكون ايده على الخصر. الوضع الخلفي راح يكون حال الوضع الامامي، ايده على الخصر والايد الثانية مبطلة، مش الثنتين على الخصر نفس البودي بيلدينج، ويرجع مرة ثانية يعطيك اخر وضع يكون هو عكس الوضع الثاني، يعطيك جنب يمين، يعطيك الجنب اليسار، إيده هم تكون على الحوض، ما تكون فوق، ما تكون تحت، ما تكون وراء، ما تكون بالشكل هذا، لا تكون دائما مبطلة إيدك بالحوض وإيد الثانية مفرودة. هذه أوضاع الفيزيك بصورة سريعة. في حركات سوونها بعض الناس اللي يلعبون كروسفيت وبادي بيلدينج اللي يتعلق شيء كأنه يصعد دري. تبي نسوي؟ تبي تسويها؟ ورني إياها. هاي لازم نقلب. عكس يلا خلينا نشوف بالمخالف، نشوف العكس. بس هذه ما لها خص بالمعدة. بس يعني شكلها حلو. يبين الواحد قادر إنه يتحكم نفسه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كلش المعدة ما تحرك يعني ها؟ لا. نهائياً. هذه لها علاقة بالبيطان. هذه بالبيطان والعصب راح يكون. العصب. ما شاء الله عليك. بعد في تمرين ثاني حق. أنا راح أخذ ريش. ريش. نفس الطريقة متعلق طبعاً. تأخذ. على جنب شوي. بس. أوكي. حلو. بس اتوقع هذا اصعب من هذا اصعب ايه. تقدر تاخذ الخصر الثاني. وين ممكن واحد يتالم من التمرين هذا كمبتدئ؟ اكيد في بعض المبتدئين ما يلعبون التمرين يحتاج هذا يحتاج العصب. عصب ما يلعب عوار هني شيء؟ لا ما راح. اذا كان صايد الوضعيه ما راح يلعب اي عوار. حلو. في شيء ثاني بعد هني عندنا؟ لا خلصنا الريش. ايه والسفليه والبيتاريم الامامي والعلويه راح تشمل مع السفليه شقاله هي اوريدي. عموما انت الجدول هني تحب يكون 3 جولات ولا 4؟ 3 جولات تكرار عالي يكون فيها. 20؟ 20 ل 40. ل 40 تحبه كذي. اذا واحد لانه ما فيها وزن راح يكون. إيه؟ بس اذا واحد مش على 30 عادي؟ ما في مشكله. ثبت 30 عشان يريح باله. يبدي 10 بعدين يصدى 20. يعني يقدر يبدي الواحد 10 20 30. حلو. مو اجباري انه يعني صك 31 40. لا 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 غلط. لا لا غلط. ما خلقي انا يا جماعه. لا لا تدريجي لين نفس ما قلت لك تصعد من ليفل لليفل لحد ما العضله تصير فيها عصب قوي. أيوة. وتصير فيها الياف قويه تتحمل الضغط والوزن برود بشكل حلو. حلو. الحلقه هذه خلصناها، بقى الحلقه الجايه بنتكلم عنها وايد مهمه لان نشوف فيها اخطاء وايد. الحلقه الجايه تمرين الكيبل للمعده اللي وايد يسوونه لكن مو عارفين شنو الصح والغلط، بنعيشه مع الكابتن عمر خلف في برنامج مستر ماسلز.